اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة تونسية تقليدية نستعملوها في الوصفات المالحة والحلوة. وصفتنا لليوم هي الملسوقة وإلا ورقة البريك. اليوم بتشوفوا معايا طريقة سهلة مهلة مبسطة بقدرة ربي. تابعوا الفيديو من الأول حتى للآخر وتنجحوا فيها من أول مرة. بالنسبة لي أنا مانيش محترفة في تحضير الملسوقة، لكن نحضرها بالإمكانيات اللي عندي في الدار، وطلبتوا مني نشارك معاكم الطريقة. في آخر فيديو شفتوا معايا البريكة التونسية بالعظمة، وقلت لكم اللي أنا استعملت الملسوقة ديالي وحضرتها وحدي وطلبتوا مني الوصفة. على هذيك اليوم باش نشارك معاكم الطريقة. تاو تشوفوا الطريقة قديش سهلة مهلة، وباش نعطيكم مقادير مضبوطة باش تنجحوا فيها من أول مرة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إينيل. ممكن زيدا تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إينيل. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا المكونات وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. نستحقوا للوصفه نتاعنا ثلاثه مكونات. اول مكون الفارينه اللي هي دقيق الطحين الابيض. استعملت لهنا رطل فارينه 500 غرام، وعندنا ملعقه نتاع قهوه من الملح باش نحطوها على كميه الفارينه. والمكون الثالث هو الماء العادي، ماء من الحنفيه، ماهوش بارد وماهوش سخون، ماء عادي. عندي لهنا 350 مليلتر من الماء باش نستعملوا الكميه هذه كامله. والمقادير اللي قلت لكم عليهم مقادير مضبوطه. اول حاجه لهنا نخلطوا كل الملح في الفارينه، وباش نبداو نصبوا في الماء بشويه بشويه واحنا نلموا في العجينه. في الاول باش نعجنوها شويه في اليابس، ومن بعد باش نرجعوا نطريوها. استعملنا 500 غرام فارينه، حطينا ملعقه نتاع قهوه من الملح، واستعملنا 350 مليلتر من الماء قاعدين نصبوا فيهم بشويه بشويه. والوقت هذايا توا اللي قاعده نحضر في العجينه، الدنيا عندي ليل. من بعد ما نخدموها باش نبيتوها ترتاح ليله كامله. هذه احسن طريقه واضمن طريقه باش تنجح معاكم الوصفه، خاصه للمبتدئات، انكم تحضروها من الليل وتخدموها من غدوه باش تصبح العجينه سهله في الخدمه نتاعها، تولي عندكم كيما اللاستيك تطوعكم في التشكيل. لهنا توا المقطع هذا سرعت فيه، العمليه واضحه. نقعدوا نصبوا في الماء بشويه بشويه واحنا نلموا في العجينه نتاعنا، وتحاولوا تعجنوها باش ما تخليوش فيها كعابر. في الاول كيما قلت لكم تلموها في اليابس، ومن بعد باش نرجعوا نطريوها. هذه توا اخر كميه نتاع ماء باش نكملوا نصبوها. في المرحله هذه لمينا العجينه في اليابس، ما خليناش فيها لا كتل لا كعابر. وتوا باش نرجعوا نطريوها. باش نبداو توا نحلوا في العجينه نتاعنا بشويه بشويه، وباش نخدموها مع الجنب نتاع الصحفه، مره من اليمين ومره من اليسار، عباره قاعدين نعصدوا، لكن في عوض ما نخدموا بالمدلك باش نخدموها بيدينا. سهله العمليه ما فيها حتى شيء. توا نحلها شويه ومن بعد باش نبداو نخدموها. هذه هي توا طريقة الخدمة، عبارة نعصدو بالصوابع متاع يديا، نخدمها مرة من اليمين ومرة من اليسار، ونعاودو نلموها في وسط الصحفة، ونعاودو نخدموها مدة دقيقة، ومن بعد نرجعو باش نشوفو النتيجة اللي تحصلنا عليها. هذه هي توا العجينة متاعنا، كملنا خدمناها مدة دقيقة، تتحصلوا عليها بالقوام هذايا، تقيدوا بالمقادير اللي قلت لكم عليهم. تو باش نمشي نغسل يديا ونرجعوا نغطيوها، وباش نبيتوها ليله كامله نخليوها ترتاح، ونرجعوا من غدوه ان شاء الله باش نكملوا نخدموها. لهنا تو رجعنا من يوم من غدوه باش نبداو نخدموا الملسوقه نتاعنا. حضرت لهنا الصحفه هذه فيها شويه ماء، اذا كان حبوا نغسلوا يدينا باش تكون قريبه بحذانا. وعندي لهنا الصحن هذايا حطيت فيه منديله باش نحطوا فيه من بعد الاوراق نتاع الملسوقه. هذه العجينة متاعنا اللي سبق وحضرناها، بيتناها ليلة كاملة ارتاحت، تحصلنا عليها بالشكل هذايا. وباش نخدموا الأوراق متاع الملسوقة في الكريبيير. في الأصل الوصفة هذه عندها طاجين نحاس يخدموها عليه، أنا تعلمت على أمي كانت تخدمها على قواعدها الصحيحة، عندها كالطاجين الصغير يكون نحاس، وعنده الغاز متاعو صغير، لكن بما أنه أنا ما عنديش باش نخدمها في الكريبيير. لكن لازم تكون القلية اللي باش تستعملوها ما تلصقش، ما فيهاش الخدوش، ماهيش مخبشة، ما كانش راي تشد لكم الورقة. وباش نستعمل الحديدة هذه كيما الطاجين متاع خبز الملاوي، حديدة ثقيلة باش نحطوها تحت القلية، باش هكاك النار تكون قليلة على الآخر، ونجمو نعديو العجينة متاعنا من غير ما نتحرقوا في دينا.
لهنا تو باش نشعل النار باش نخدموا على الكانون الكبير وباش نقصوا في النار على الاخر. نحطوا كل الحديده اللي وريتها لكم ونحطوا فوقها الكريبير ونخليهم يسخنوا. لهنا تو الكريبير متاعنا سخنت، لازمها تكون سخانه مستحبه ماهيش سخانه تحرق باش تنجح معاكم الوصفه. تو باش ناخذ الصحفه اللي حطينا فيها الماء نغطس فيها ايدي ونهز شويه ماك العجينه اللي حضرناها. وركزوا لهنا، شوفوا العجينه كيفاش وليت، عباره لاستيك، على قد ما نجبد على قد ما تجي معايا، ما عادش تتقطع، يعني تطاوع بالكدا في عمليه الخدمه الا ما نقصها قصان. خذينا توا كميه متاع عجينه، شوفوا كيفاش لهنا كي نقلب ايدي العجينه ما تطيحش. توا باش نبداو نخدموا من وسط الكريبيير من الجهه اليمين واحنا ندوروا. سهله راهي الطريقه، ما فيها حتى شيء. نبداو توا ندوروا، نحاولوا نزربوا شويه، وكيما قلت لكم القليه ما لازمهاش تكون سخونه برشا، ما كانش راهي ما تنجح لكمش. نبداو توا نعديو، والعجينه على قد ما ترتاح على قد ما تطاوع. اذا كان قعدت لكم هكا بلاصه ناقصه تكملوا ترقعوها، سهله ما فيها شيء. وحتى كان فزدت لكم الورقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه كملوا جربوا حتى لين تتعلموها، ما فيها حتى شيء. ولو انه الكريبير التعب شويه في الخدمه ماهيش كيما الطاجين الاصلي على خاطر فيها كل حراف شويه، يعني ما نجموش نعملوا الدوره كامله، لكن تنجموا تتحصلوا بها على كعبه متاع ملسوقه مزيانه وتخدموا بها البريك ولا تخدموا بها طاجين الملسوقه والا اي وصفات تحبوهم. والكريبير اللي خدمت فيها انا راهي من الحجم الكبير. نزيدوا توا نهزوا شويه عجينه، الوقت اللي استنينا الكعبه هذيك تطيب فيسع فيسع ثواني، دوبه ما تشوفوها تهزت شويه على جنب، تهزوها تتهز معاكم بكل سهوله وتحطوها فك المنديله اللي حضرناها من غير ما تغطيوها، تحطوها في المنديله هذيك، تحطوها على الجهه اللي طيبناها عليها، يعني الجهه هذيك اللي من فوق تقعد من فوق كيما طيبتوها كيما تحطوها في الصحن. ونمسحوا توا الكريبير متاعنا قبل ما نخدموا ورقه اخرى. تعملوا منديله بحذاكم تكون مبلوله ومعصوره مليح، عباره شيحه تمسحوا بها كالديشي اللي يقعد فيها. وباش نكملوا توا بنفس الطريقه. ونكملوا لهنا توا بنفس الطريقه، نبداو من نص الكريبيير واحنا ندوروا. اذا كان بلاصه قاعده ناقصه تكملوا لها، واذا كان زاده بلاصه قاعده فيها شويه عجينه بزيد تنقصوا العجينه الزايده باش ما تجيش خشينه. جربوها تو تلقاوها سهله، راهي ما فيها حتى شيء، فقط تخدموا الاساسيات، تحضروا العجينه نتاعكم قبل بوقت. لهنا كيف تحسوا العجينه نتاعكم سخنت تهبطوها مع جنب نتاع الصحفه، والمره الجايه كيف تهزوا تهزوا عجينه بارده، تخليوا كل العجينه هذيك سخونه حتى لين تبرد ومن بعد ترجعوا تخدموا بها. نفس الشيء لهنا، دوب ليش ما تشوفوها تهزت من الجناب تنحيوها وتحطوها فوق الورقه اللي خدمتوها وتحطوها كما هي. ديما تحطوا على الجهه اللي طيبتوها عليها باش الاوراق ما يلصقوش في بعضهم، وما ندهنوهم لا بزيت لا بزبده لا بحتى شيء. نهزوا توا الورقه نتاعنا، تاخذ ثواني راهي في عمليه الطهي، دوبا ما تشوفوها بياضت تهز شويه من الجناب تنحيوها، تحطوها ديما على الجهه اللي طيبتوها عليها. وبنفس الطريقه نمسحوا الكريبيير في كل مره لازم تنحيوا كديشي، ماذا بيكم ديما المنديله تكون منديه شويه باش تطيح شويه في السخانه نتاع القليه. ونكملوا بنفس الطريقه، العجينه اذا كان حسيتوها سخنه شويه في ايديكم تنحيوها ترجعوها للصحفه وتهزوا عجينه بارده. هذوما هما توريقات الملسوقه نتاعنا، طابوا حضروا يجيوا ما شاء الله. ممكن تطويهم بكل سهوله اذا كان باش تعملوا البريك المثلثات، تنجموا زيدا تخدموا بيهم طاجين الملسوقه، اي وصفات تحبوهم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، اذا كان باش تعملوا بيهم بريك مثلثات بعد نهارات اذا بكم تطويهم من الاول وتحطوهم في منديله ومن بعد تحطوهم في كيس بلاستيكي وتحتفظوا بهم في الثلاجه يقعدوا لكم نهارات.
واذا كان زاد باش تعملوا بيهم طاجين ملسوقه ماذا بيكم تخبيهم مراق بالشكل هذا يكونوا محلولين، ونفس الشيء تلموهم في منديله وتحطوهم في كيس بلاستيكي وتحطوهم في الثلاجه، لكن من الاحسن انكم تحضروهم وقت اللي حاجتكم بيهم. سهله العمليه ما فيها حتى شيء، جربوا الطريقه هذه وبقدره ربي ترحموا لي على والدي، وجربوا حتى كيلو وحاولوا تعلموا حتى كان خسرت لكم كمية باهية من الأول مش مشكلة، تعلموا حتى لين يديكم تاخذ عليها. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم وقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معي على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إينيل، ممكن زيدا تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إينيل. آخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافية له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.